جايز يصير. احكينا شو طيبنا. لك والله ما بفوت انا، ما بفوت انا على ما بفوت انا كويس. بدي احكي، بدي احكي يا جماعه، بدي احكي. اخي اسمح لي، اذا اجى زيد قلت له لهارون ما يبيع ويشمع الخيط بيضلوني يستناني لحتى اطلع من المستشفى. يلا يا جماعه حرام الزلمه يصفى دمه على الارض. لك انت شو دخلك؟ شو حشرك؟ دمك كله صفي شيء. اسمع سهيل يستر عرضك، بتقول له لهارون لا ينسى تنتين الزيت اللي وعدني فيهم. خلص الله يهمك. خلص يا ابو محمود لك علي، بس شوفوا لهارون ربط لك اياه وحط لك اياه على الحاجز لبين ما ترجع من المستشفى. لك تحركوا يا جماعه، الزلمه صفي دمه على الارض. حط ايدك على شواربك. باطل. يلا يا شباب يمكن صفي دمي. يلا ما ضل عندنا شيء، ثلاث ارباع ثيابنا راحوا للجمعيات الخيريه، لو استنينا نسافر وبعدين ياخذون مو كان احسن؟ هو عمي الله يرحمه، الله لا يرحمه يخرب بيته، يعني الله يديمه فوق راسنا ويخلي لنا اياه ذخرا لهذا الوطن، كانه كان حاسب هذا الحساب. بلاها هاي المداخلات اللي بتزود عيشه البني ادم. بلاها بكره بابا بده يطلع بالسلامه بده يجي لهون وبدنا نسافر. بعدين ليش عم تنقوا على قصه الاواعي؟ شو يعني؟ ما فينا نعيش بلا هدول الاواعي؟ لك اختي خلصينا بقى، هالسفره الله يلعن ابوها، ايه؟ كل فش خبعتي. قولي بعيد الشر. قولي بعيد الشر. ابوك حي يرزقن. ما اختلفنا هلا يميني من ابي، كل شيء جواتنا انقتل، الحب انقتل، الامان انقتل، لكن المحبه عم يصفى دمها ونحن عم نتفرج عليها مو طالع بايدنا شيء، خلصينا فيحاء امي. الله الله يا فداء على المداخل الشاعر. لا تتمسخري، سبحان الذي خلقك. بتشتري المسخره مشترى حبيبتي. لو ما تجوزته لهذا اللي ما بيتسمى كنت هلا اهم شاعره انا، بس جوازتي منه اصفط لي عمر موهبتي بسببه وبسبب المرحوم ابوك. ايه الله يرحمه، الله يطول عمره. يلا يلا احلى معارضه. يقطع عمرك ما اسألك. وبيقولوا لك شو؟ قال بدهم ديمقراطية. بشرفك يا منذر، عمرك شفت ديمقراطية أكثر من هيك؟ العمى وحدة معارضة عم ندللها ونحمل لها الشناتي، لك ونبتسم لها ويطلع بإيدنا منضحي بروحنا كرمالها. عمرك شفت معارضة مدللة أكثر من معارضتنا؟ كتر خير هالقذيفة والله. أوف. ليش بقى؟ لأنه كانت المعارضة سافرت وانحرمنا من أنسها. يا سيدي الله لا يكتر خيره لهالقذيفة. أوف. ليش بقى؟ لك يا رجل، يا رجل حماتي بتمرق من هون كل يوم أكثر من 100 مرة. إنه شي مرة بس وحدة تسائب قذيفة الهاون على مرقتها؟ شو هالحظ اللي علي ولو؟ إيه ولا على مرقتك عم تسائب، إيه شو هالحظ اللي على حماتك؟ شو؟ شكلك متعاطف مع حماتي، بس ما تكون واقع بغرامة مثل عسافها. لا حبيبي، لا بتعاطف لا مع حماتك ولا مع مرادفاتها. لعب شو هي مرادفاتها؟ هي الكلمة الوحيدة اللي حافظها بالمدرسة باللغة العربية، مرادفاتها. ليش شو بهن حماتي ومرادفاتها؟ بالنسبة لي خارج التغطية، بس عم قلك كيف حماتك بتفكر بخصوصك. قول شعور متبادل بالمحبة ما شاء الله بيني وبين حماتي. غير هيك حماتي ما بتفكرها، حماتي هيك بتقولها دج بالصوت المسموع دج. ها شرة على عالمكم فاتوا لجوا؟ ايه الكل صاروا جوا، امنا عليهم. بدي اسالك السيد خليل شو وضعه؟ ما بعرف، اخذوه على المشفى. اوعي طق لك عرق. ولو منزل بشرفك، عمرك شفت بالعالم كله معارضه بتتعامل على الحواجز بهذا الاحترام؟ اخي مو بكل العالم الحواجز ديمقراطيه مثل عنا. لك وحياة رموش ميمتي، بشتهي بعض الاحيان كون معارضه. لك يا رجل، لك بتحس هون بطعم الديمقراطيه. ايه ديمقراطيه بطعم الشوكولاته. شو هجمه ذكاء جديده؟ اخ يا حسرتي، ناحت علينا النايحه والعين تبكي والمدامع سايحه. بعد ما شربنا من الماء الزلال صرنا نشرب من البحور المالحه. هلا لفهمت شو هالحكي هذا معناته. شو هاي؟ وين سامع هالكلام؟ مدري سامعته بغنيه، مدري سامعته ببيت شعر، مدري قاريته، والله ما بعرف.
كل شي عم نعمله غلط بغلط، كله غلط. ما كان لازم نسافر لو شو ما كان. نحن هون سمعنا، هون أمرنا، هون بحرنا، هون ميتنا، مو برا، مو برا. ميتنا اللي بدنا نغرق فيها مرت عمي، ميتنا اللي كملي كملي بإيدك، ناطرة تخلصي لحتى باشر مداخلتي. لا والله، تفضلي داخلي انتي. كلمتين ما ضل لنا طريق للرجعة، أحرقنا كل السفن خالصة. آخ يا حسرتي، ناحت علينا النايحة والعين تبكي والمدامع سايحة، من بعد ما شربنا الماء الزلال صرنا نشرب من البحور المالحة. ولك هلأ لفهمت شو معناته هالحكي. آخ الله لا يوفقك يا أبو محمود على الأمانة الأبقاد اللي تارك لي إياها. شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ هاي دكان هاي، ولك هاي أطلال بيوافقوا علي الشعراء. الله لا يوفقك يا أبو محمود ولا يوجه لك الخير. بعدين اترك لي المفاتيح لأخاي مشان أسكر لك هالأمانة البطيخ. إيه؟ العم على القصة. الله لا يوفقك ولا يوجه لك الخير يا أبو محمود. يا حسرت، ناحت علينا النايحة والعين تبكي والمدامع سايحة، بعد ما شربنا الماء الزلال لك سدي بوزة حور المالحة. سدي لبوزة إن شاء الله بتنوحوا علي بأقرب وقت. خلينا نفهم من أخوكي. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. فهمني أمي، يعني نطول لحتى يقوم ويرجع مثل ما كان؟ يا جماعة الوالد شو بدي لكم، من برا في هيك خدش صغير. الحمد لله يا بابا. بس من جوا في نزيف داخلي. قولي عم على صوتي. لك شو بكم؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم. ادعوا له ان شاء الله بس هاليومين يتجاوز الازمه بيقوم بالسلامه. بتعرفوا يعني يا جماعه اذا طلع بخير وسلامه كون جهزوا حالكم على الشغل، لانه في شغل لفوق راسكم، واكيد انه ما بدي يخلوه بالمستشفى لانه ما ضل محلات. لك هو بس يرجع، هو بس يرجع على البيت ونحن بنخدمه بعيوننا. بعيونك ما مشي الحال يوم، لأنه بدك تنطفي وتمسحي وتحوسي وتقحطي، بعرفتي ليش ما مشي الحال بعيونك؟ بلاها المداخلة يا يعقوب، بعدين أنا ما عندي مشكلة، إيه أنا بعمل له كل هدول الشغلات، بعدين شو ما في داعي تذكر هاي التفاصيل يعني مملة، شبك؟ سلامة معرفتك. زعيم. لا لا ما اقعد منيح. بدي تقسموا لي الشارع لمنفذين، واحد على الشمال وواحد على اليمين. ذهابا وايابا. ايه مو كل شغله الاستاذ عادل بده ساعه يشرح لكم اياها، مفهوم؟ مفهوم. لا يا سيدي مو مفهوم، مو هيك. تقسموا لي الشارع اللي على الشمال للي معه تصريح، وعلى اليمين للي ما معه تصريح. مزبوط، هاللي ما معه تصريح بس بتفتشوه تفتيش دقيقها. مو ذهابا وايابا، مو كل واحد فيكم يقعد يفسر على كيفه. انت اخي شوقي اللي فسرت على كيفك ها؟ وليش مين قال لك انه انا مو مشمول بالحديث؟ لا تاخذني، بعتذر منك. شو؟ استاذ عادل، ما سمعت لنا هيك طرطيش حكي انه رح يتكرموا علينا بشي مبلغ صغير من فوق، ولا شغلنا رح يتم سخره؟ اخي شوقي؟ خدمة الوطن لا تعتبر سخرة ها؟ حجة أمك؟ أخي كل شيء مو مدفوع أجرته اسمه سخرة، ونحن ما عم نتكبر على السخرة، مستعدين نشتغل سخرة للوطن للأخير، بس ما بتتسمى تسماية ثانية، اسمها سخرة. انزين، مسك هلا. لا تبيض علينا، لا تبيض علينا يستر عرض أختك ها؟ نحن كل هالبيض ما بنشتري بفرنكا. اقعد سهيل. ما عم بيض. لا عم بتبيض. إيه؟ ماشي خيو. من هون ورايح ما عدنا نبيض. شوفوا لكم، بالنسبة لموضوع المصاري أنا سمعت طرطيش حكي إنه القيادة رح تعملكم مخصصات، بس هذا الحكي مو أكيد لسا، مو متأكد لسا. ما عرفت لنا قديش. ما عرفت لنا قديش. أنا ما بدي أكذب عليكم يا جماعة، أنا لولا الهاون ما نزل مبارح ما لازم تلاقوني قدامكم هلأ. يا والله من حسن حظنا.
لك شو من حسن حظنا اه؟ أبي بالمستشفى بين الحياة والموت وعم تقول من حسن حظنا؟ من حسن حظنا كسبناك ومن سوء حظنا انصاب الوالد، تبلناها هيك؟ يعني شوي هيك تشلبنت. شوفوا يا شباب، أنا فوق لا بحل ولا بربط، وأنا هالكم يوم مسافر، بس الوالد يتحسن حاملين حالنا ومسافرين، فأنا بدي سلم السلطة عن طريق القيادة لواحد منكم، مين بتختاروا؟ التصويت برفع الأيدي. شوقي 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 أبو الشوق، وأنا بضم صوتي للشباب، شوقي شوقي شوقي. ايوه الا حارس والله. ابا مين؟ ابا مين؟ لك هاي ابو محمود تاني مره وقتك تترك لي اماني، ترك لي مفاتيح مشان اعرف سكر لك اياها. لك انا خصوصا ما تركت لك المفاتيح، لو تركت لك اياها كنت سكرت دكاني بسخه. هيك استفدت بخبرتك بالتنظيف، الله يعطيك العافيه، منظفها تمام. إذا لسه بتفتح تمك بكلمة تانية برجع بوسخ لك، أنا ماني بسخرتك ها؟ اطلع عند اللي هلا لك اطلع. شو هاي؟ لك الأرطال على قولتك، لحتى عبي لك فيها إكرامية. لك روح. يا أخي عدم المؤاخذة، كمان أنا اشتريت البيت مشان استفيد منه. لو أعرف إنكم ما بدكم تطلعوا منه كنت ما اشتريته. بدنا نطلع خيو، بدنا نطلع، بأكد لك إنه بدنا نطلع، بس ما كان حدا حاسب حساب الهاون بآخر لحظة. هاي حرب، هاي حرب يا أخي. بصير فيها كتير وبصير فيها قلي عار، وصارت هالمشكلة، يعني فيكم تستأجروا بيت غيره. سيد نوراس لسألك سؤال، هلا انت شو بدك بالبيت؟ والله انا كنت ناوي افتح لي شيء. هلا بدك تفتح؟ هلا اللي فاتح عم يسكر، ما معقول. انا عندي اقتراح لك. هو تفضل اجرنا البيت شهر تاني. وشو بيضمن لي انه تطلعوا بعد شهر؟ الوالد بكره تبان اموره، يا بيتجاوز مرحلة الخطر وبيقوم بالسلامة وساعتها مباشرة راح نسافر، يا أما الله يطول لنا بعمره وساعتها مباشرة راح نسافر. أنا ما عندي اعتراض، المهم البيت يشتغل. أنا حطيتكم ضيوف عندي وبريت بوحدي وأكتر. يا سيدي كتر ألف خيرك، ضلت عراسنا. يعني قديش دك أجار؟ مثل ما عم تاخد العالم، بس خيو بالدولار. ها حط حالك مطرحي، شو بتعمل؟ مطرحك بشو؟ بخصوص النساء عم نحكي، بخصوص الأنسة بيداء. انت شفت ام عادل تحكي لك معها؟ ولك انت كنت عم تسمع لي ولا صاير اطراش؟ عم اسمعك لك عساف، والله عم اسمعك. قل لي شو المطلوب مني هلا؟ اخي حط حالك مطرحي، شو بتعمل؟ ها؟ بتقوم بتاخذ لك شي 100 كيس من عندي من الدكان، وبتدور فيهم على الحارة. بركي بينباعوا معك لك يا عساف، والله أحسن من كل هاي القصة. أنت واحد ما بتستحي وما بينحكى معك، ها؟ والله لا يشبعك، وفهمكن كفاية. العمى وقت كان عمري 15-16 سنة ما صار معي هيك. طيب لنفترض إنه نزل عائل الرحمن على هالمعارضة الجميلة وقبلتك على كل علاتك، شلون بدك تدبر أمورك مع الحكومة بعدين؟ لك بمجرد ما صارت جواتي بكفين بعملها موالاة. لك شو بدي ربي حيه ببيتي انا ولو خوف قلبي يا عقيد، مجرد ما صارت ببيتك تركب لك الرسن وتعمل لك معارضة. انا خايف قبل ما تموت جواته وتركب له الرسن. لك يا سيدي مو تصير جواتي، لك بس تبين لي هيك عن سنانة بابتسامة خفيفة، لك ترميني بنظرة كلها حنية، وانا عن سابق ارادة وتصميم بمدلة رقبتي وبقلة حطي الرسان. لك بطخي كلياتني وبقلة حطي السرج وطاردي. لا عقيد. شلون؟ سرج عقيد سرج. ايوه. وقوف قف، مطرحك هويتك، جواز سفر على كل انحاء المعمورة ما بقبل. هاي لجميع انحاء المعمورة، جايبة من فوق من فوق. شو هاي؟ فوق. هاني خد اقراها، نسيان كزلك بالبيت. تصريح عقيد؟ ايه تصريح. لك هذا حبيبنا، مرقه مصرح له. لك على راسي الاكابر كلياتهم، على علمك العائله الكريمه ابحرت ولا لسه؟ لا جوا. يخلي لي اياك اتوتالور.
لك والله سئيل، لك كل ما بيمرق بيخليني احقد على الشعب والله. يا نايم وحد الدايم. أنا وصلت سلم يا رشدي. أهلين سلوم. مبينة ما رح تعطوني العفش، بدكم تدفعوا لي أجاره؟ شهر كمان لبين ما الوالد يقوم بالسلامة يقدر يسافر. شو عليه؟ شهر شهر، اصلا الشهر على البواب، لكن نشرب عنكم كاسة بابونش وبنفرقكم بريحة طيبة، بلائمكم هيك شيء؟ أهو أهلين سلام يا مصطيف، تقلك على عفش معلم، تفضل تفضل، قصدي تفضل. لأبوك وبس، بدل ما تطلع فيني وتقول لي حاضر، تطلع بأبوك قبل ما تدلق ودلق، أنا شو بيفرق معي إذا بتقول لي حاضر أو مو حاضر، انتبه لأبوك، هلا صحة أبوك هي الأهم وبس. على راسي. لا تقول لي على راسي، أنا شو بتفرق معي؟ انتبه لأبوك عم لك، لا تضحك، لا تضحك، عم تهز وأنت عم تضحك، انتبه لأبوك. لا تنزلي براسك، انتبه لأبوك عم لك. حاضر، آسف. لا تقول لي آسف. أنا ما قلت لك شيء لحتى تقول لي آسف. ماشي. لا تقول لي ماشي. حاول لبرا. ما معقول مسح فيك الارض. ما معقول الرجال بنوب بنوب، يعني ما بيحسب انه في رجال هون بالبيت ممكن يكون في فرد على جنبه؟ انت بينه لفرد الله يصحك، ليش مخبيه؟ طبعا المفروض انه ابوكم يكون لا ترد على التليفون. اه يا شو صايرك؟ في البطارية سلام. لا تحكي ولا كلمة، مفروض أبوكم يكون بالمشفى هلا. اقعد لا تتحرك. بس بسبب الظرف الراهن المستشفيات ما عم تستوعب، ولهيك علاج أبوكم بيعتمد بالدرجة الأساسية عليكم أنتم. شو المطلوب مننا دكتور؟ المطلوب منك بالدرجة الأولى تضلك ساكت لحتى أخلص كلامي. أنا بس مشان أختصر عليك الطريق دكتور. ما بدي تختصر الطريق، أنا بحكي تداعي أفكار، واضح؟ أنا آسف دكتور. لا تقول آسف، عم بسألك واضح ولا مو واضح؟ قل له واضح خيو، قل له واضح. لا تحكي دكتور، هذا بكون ابن حماي. حتى لو بيكون أبوك، لا تحكي. واضح ولا مو واضح؟ واضح. نرجع لموضوعنا، أبوكم صحيح إنه فاقد الوعي، بس بعتقد إنه بيسمع كل شيء عم تحكوه، مشان هيك وهي فرضيتي أنا، بقترح عليكم نضل حدا يحكي معه كأنه فايق، وبحسب تصوراتي هي العملية بتخليه متمسك بالحياة أكتر. سكر تمك. شو بدي أحكي معه؟ السلام عليكم. عرفتني من صوتي، أكيد أنا فداء بنتك. أنا بعرفك ما بتحب القر واللعب، بس شو بدي ساوي؟ أمر الله. الدكتور قال إنه كلياتنا نفوت لعندك واحد ورا الثاني، نقر من العين نقر من العين، عند صرصور ابنك. شو بدي أقول لك؟ إيه سعي، اشتريت لك كتابين مع حفاضات الببو، أول واحد اسمه أليس في بلاد العجائب، والثاني اسمه السندباد البحري، قلت لحالي بتتسلى فيهم بالباخرة نحن ومهاجرين. هلا بدك تسألني مالك بالعادة تقولي إنه مظبوط؟ من الحقيقة مو لإلك، هن للببو. بس انت لازم تتدرب عليهم مشان لما يكبر يقبرني تحكي له يعني انت جده. على سيرة جده، انا مسامحتك على الجواز اللي هي الله يسامحك دربستني فيها دربسة، بس بسيطة الواحد شو بده يقول. ومسامحتك بالقتلة اللي نقرتني اياها ببربيش الحمام يوم عرسي وعلمت عجنابي، متذكرة؟ الله يسامحك، بس يلا بسيطة.
لفت بها جوازه بهالببو. حاكم الناس بيشتروا الامومه مشتروا. شو ببو؟ علي جيره لو فيني حيل كنت انت ندفتك نفس القتله وبنفس البربيش ليله عرسك. لك تعالوا خدوها. حسب ما سمعنا من الدكتور وسمعته جميل، شغله الوالد ممكن تقعد يوم يومين شهر شهرين، الله العليم ما بنعرف قديش تقعد العمليه. فانا شايف انه وضعنا كثير تكركب، كل شيء عنا صار بالاجار. لا تكمل امي، بعرف شو بدك تحكي، قلنا شو بدنا نعمل. انا برايي نشتغل العمل ثم العمل. العمل ثم العمل، هاي الكل بيعرفها. هو شو وين نشتغل؟ حلو، عندي اقتراح. انا سمعت انه بعد فتره بدهم يوزعوا رواتب على اللجان، فليش ما بنلتحق باللجان؟ ليه كل حاجز قريب علينا فشختين؟ العاب غيرها حبيبي. ما بدك تلتحق لا تلتحق، عمرينك ما تلتحق. نحن منسجل اسمك وبنقبض عليك مصاري وتنباع بعدين بالعزاء. العاب غيرها. بس عادل، هي شغلة اللجان، نحن ما بنلتقى معها فكريا، حتى لو نموت من الجوع. دخلكم شو صعب الحكي يا جماعة، صعب كثير. ما ضلت سيرة ما فتحتها، لك خلص الحكي كله، كبست زر هالراديو وخلصوا كل البرامج، حدا فيكم يجي يشيل عني بقى. مريم استلمي مطرحها يلا. قومي مريم قومي. ليك في ده، انت عن شو حكيتي مشان ما تكون مداخلاتنا مثل بعضها؟ مداخلاتنا الله وكيلك، قمت من هالزاوية حطيتنا الراوية، شي بتذكره وشي ما بتذكره. جبتي شي سيرة الفلسفة؟ لا حبيبتي، أنا بشتري الشعبي مشترى، مو مثل بعض جماعات. لك هاي أبو محمود؟ إيه. شو بدك تعمل بكل هالبيض عم تسلقه؟ لك في إشاعة كثير قوية يا أبو أمين إنه الشباب قريبا جدا رح يصيروا ياخذوا رواتب، مشان هيك من هلا ها بدي أعودهم على الساندويتش. وأنت متأكد إنه هذا البيض كله رح ينباع ولا رح يخم؟ لك يا أبو أمين، شعبنا ما في أقل من مروته، إذا في نيه مسلوق بياخذ مسلوق، وإذا في مسلوق مقشر ومسلوق بقشره بياخذ المسلوق المقشر، بيهجم على الجاهز. مشان هيك أحلى شغل بالبلد ماشي هو سوق التنابي. لك أخ يا أبو أمين أخ، لو معي راس مال بس لسكرت هون وفتحت هنيك. سيك الله يرضى عليك يا أبو أمين، علق لي هي على باب الدكان. سيك. يا إلهي. تعال تعال تعال. منيح هيك؟ ايه منيح عندك. انا ما بحب احكي نكات بابا، واي شيء ما فيه مداخله جديه ما بحب اني اساويه ابدا، لانه لك القاعده شواز، وهالمره كرمالك رح شز عن القاعده. بس لك بابا بشرط انه بكره بس تفيق بالسرايا ما تحكي لحالها اني حكيت لك نكته. ما بحب بكره يستلموني على الشغل، هذه خصوصي ميسون ناطريني على نكشه. لا حبيبي. طيب كافي مره واحد سادي وواحد مازوخي، او قل له المازوخي للسادي ان شاء الله. عزمني ما تقول ما بدي ما بدي ما بدي لا تسمي ما بدي ما بدي. لك يا ربي شو هالزرية اللي بعدت لي اياها؟ بس ما يحن قلبن علي ويبعتوا لي يعقوب. خلص اعطيك دقيقتين تضحك لمن ما اتذكر لك على تاني. ولك تعالوا خدوها. مرحبا جار. يا اهلين وسهلين، تفضل. لا ما بدي اتفضل، بس جاي اسالك شغله. تفضل اسال. انت شو قصتك انت؟ شو قصتي؟ عن شو عم تحكي؟ لك شو مقعدك لهلا؟ الله بعت لك قذيفة هالهاوين بس مشانك، لحتى ام عادل تكفي دورك وسيط بينك وبين حماتي. بكره الجماعة بيرجعوا بيسافروا من اول وجديد، استغل الفرصة شبك. ليك يا منزل، هلا بيني وبينك انا امبارح بالليل قلبت الموضوع فوقاني تحتاني وصلت لنتيجه. ايه هات لنشوف.
ليك انا الشغله اللي كنت بدي اتجوز مشانها انحلت بعد ما دشنوا هذا الحاجز، يعني عم بسهر للصبحيات انا والشباب وناس لقوا حطوني زعيم فخري عليهم، بقى شو بدي بهي العله اللي اسمها حماتها؟ خلاص بدها تتجوز انا جاهز، ما بدها اتركها على كيفها، شو بدك فيها؟ لك انت لا تيأس يا رجال، لا تيأس، اذا ما زبطت معك من اول مره بتزبط معك من ثاني مره. روح احكي مع معادل، عم اقول لك ها؟ اخي الله شو جابرني لحتى زن نفسي؟ ما لزوم خيو، ما لزوم. انا كان بدي اياها مشان يصير ببيتي شويه وناس، وهلا صار في وناس. ابو على كيفك، بتوصلنا لنص البير وبترجع بتقطع الحبل فينا؟ بدك تتجوزها يعني بدك تتجوزها، وبدك تسكنها معك هون بهذا البيت، يا اما باوصك وما بخلي حدا يعرف خبرك ها؟ مو تقول لك بكره تعال سكون معي تقول لها ايه؟ ليك لا اقول لك، اول شغله تريك، انا ماني مستعد زل نفسي مشانها. بتروح بتقنعها انه تتجوزني بطريقتك انت، وبس تكون جاهزه بتيجي لعندي تن 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 استاذ عسام خذ البضاعه صارت جاهزه، بنستلم البضاعه وكان الله يحب المحسنين، غير هيك مالي مصلحه. طول بالك، عم تمسكني من ايدي اللي بتوجعني ما هيك؟ لك قتلت حالي، لا انت بتخليني اسكن عندك ولا هي بدها تيجي تسكن عندي، ان شاء الله تنقبروا بعزة بعضكم البعض. لك شو مفكره حالها ملكه جمال؟ ما تغش قراخي، مالي مصلحه، مالي مصلحه. ايه رح جرب اقناعها بطريقتي، بس مو باخر لحظه تغير رايك ها، عم حذرك انا. لا لا خلاص خلاص، توكل على الله، والبضاعه التي تباع لا ترد ولا تبدل. شو بدي احكي لك؟ لذلك حغني لك. يا ريتك بتقدر تحكي يا بابا مشان تقلي شو رح غني لك. بس خلاص رح غني لك لفريد الاطرش لانك بتحبه. اسمع هي بابا. نطرني 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 عالشباك، غنالي حكاني بلش يرميلي شباك، لحتى ما يتركني ويرجع بكره يعذبني، لا دا دا نا 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 ولا قلت له شو بك. نطرني نطرني نطرني. لك يا بنتي هذا مو فريد، هي جورجيت. مو حلوه هي بابا، رح غني لك هي، هي اسهل. اسمع. تعرفني القضبان، تعرفني الجدران، عتم الزنزانة يعرفني ويعرفني السجان، عتم الزنزانة يعرفني ويعرفني الجدران، تعرفني القضبان، تعرفني الجدران، عتم الزنزانة يعرفني ويعرفني السجان. لك تعالوا خذوها. يعرفني الجدران، وتعرفني القضبان، تعرفني. بدك تفوتي سدي لأبوزة، سدي لها إياه أحسن ما سدي لها إياه بالشحاطة والله، هلا بتشلطوا لأبوها. مو بس أبي، الزلمة من غير شي مسوفر على حفة قبره، ما بجوزها. أنا عندي شي أنت الثانية. اسمع على الفصل اللي عملته بمنزل. صاير عم تعمل فصول بالعالم لك يا عسى. اسمع خلصنا عم اسمع. هذا يا سيدي اجى لعندي مستقتل بده ياني احكي مرة تانية مشان حماته. احط له لحماته. لك نزل لتحت بده بوس ايدي لعتاكي ما رضيت. ما شو رايك؟ بشو؟ باللي عملته بمنزل. ليش شو عملت بمنزل انت؟ هاي مشان حماته. شبه حماته؟ لك شبهك، ما كنت عم تسمعني ولا اطرش؟ عم بسمعك عم بسمعك، كفي. لك شو بدي كفي؟
لك تضرب انت واللي حكى لك. سبحان من خلقك، لما صار بايدك القرش بطلت تشوف حدا غيره. الله لا يشبعك وفهمك كفاية. لك وين رحت؟ ما قلت لي شو صار بحماته؟ أمي خالتي معادل. يا خالتي معادل داخل عليكم بعد الله. الله وكيلك، الله وكيلك. لو معي أجار طريق للبحر لقطعت سباحة من البحر ورايح، بس ما في. وقف عطولك ابني، وقف عطولك. تفضل ارتاح. تفضل تفضل. خير إن شاء الله. شو القصة؟ القصة إنه مرت عمي إجاها هاد العريس، قامت طيرته من إيدينا بشروطة اللي بلا طعمة. من إيدك أنت؟ لك إيه، عنده بيت سياح نياح، كانت سكنت معه وتركتنا نربي هالبنت مثل العالم والخلق، وفكرنا هيك نجيب ولد تاني يعني صبيح من اسمنا. لك يا ابني، حكينا معه ما قبلت، شو طالع بإيدنا؟ طيب خالتي معادل، يعني بلكي هيك بمعيتك وبمفهوميتك بتنجحي من التجربة التانية، يعني نحن مالنا خسرانين شي، خسرانين شي؟ لا. طيب تكرم عينك، إلا بكرة الصبح تشرف تجي لعندي. إلا خالتي أم عادل عاوزتك بكلمتين هيك خفاف نضاف تيجي هي، لأنه أنا ما بقدر أروح لعندها، جوزي غايب عن الوعي. ما بتقبل، الله وكيلك ما بتقبل. بكرة بتفكرني حاطط لها شي لغم قدام البوابة. خلص ولا كلك فكر، أنا بس روح بمرق لعندها بخبرها. طيب أمي، مرق أنت وخبرها، إلا بكرة الصبح تجي لعندي. إلا شرفي أنت تعي لعند أمي، لأنه أمي ما بتقدر تجي لعندك، جوزها غايب عن الوعي، مشان ما ياخذ على خاطرها. نفسيتها عسكرية شوي لك أمي. بس نفسيتها؟ نفسيتها وطريقة أكلها ومشيتها وطريقة. خلصنا بقى ابني؟ يو شو بدك تشيطنها للمخلوقة؟ عيب. والله معك حق خالتي معادل، بس يعني عدم مؤاخذة، ليش بكرة الصبح مو اليوم؟ يعني مثل ما بيقول المثل، خير البر عاجله ودق الحديد هو حامي، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وميت مثل على هي القصة. اليوم الحقيقة الولد تعبان، بكرة بيصير أحسن إن شاء الله. بالله؟ إيه إن شاء الله لا غبار عليه وما على قلبه شر إلهي. الله يسلمك ويعافي قلبك. إذا ما هي إجت وقالت لك من شان الله تاخذني لا تاخذها، بعدين هي سنة كاكا سنة كوكو بتصير بحيطان المية. بعمرك أستاذ عساف لا تركض ورا مرأة. مع عدم احترامي لك أخي سهيل، لا في نزوان بينركض وراها، حتى لو قطعت لها كرت سكارسة على جهنم روحة بلا رجعة. إذا الرجال شعاري ليش لا؟ ما سمعت. إذا المرأة بتستاهل ليش لا؟ أقنعناها يا شباب. الله يعطيكم العافية يا شباب. لك عمي ابو محمود جايب لك ساندويش. هذا ساندويش خد عمي خد وقول لي على السندويشات واعطوني رايكم. فتحت فرع ساندويش عندي لانه شوفوا لي اي وحده اطيب. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك محمود. يا محمود تفضل سي تمام. تشرف سي شوقي. ونحن ما بيطلع لنا. ايوه انا. انتوا لا الشباب بدون بخبروكم وبتجوا لعندي على الدكان بتشتروا. شلون سي شوقي؟ اعطيني رايك. صحتين وهلا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحتين وهلا. ايه حويتا عم بمزح. صحتين وهلا ان شاء الله. السلام عليكم. الله يا محمود. أنا ما خليت حالي للآخير لأنه ما بدي أجي وأقعد معه، لا حاشا. بس أنا قلت لحالي هلا الأولاد كلهم بيهروا وبيناموا بيتركوك لحالك، بيجي أنا وبسهر معك. ما بتركك لحالك أنا خلي، رح بمني سهراني معك هون للصبح. خليل، في شغلة بدي أقول لك إياها، بس والله خايفة. أنت من فترة سألتني سؤال، إذا كان أنا بحبها ولا لا، وأنا وقتها أخذت الموضوع هيك بالمقلسة. والله ما بعرف ليش، كان عقلي هيك ما عم يركز، ومثل ما بيقول سلام كان فاصل وخالص شحنه. خليل، أنا
إلي ملاحظات كتير 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 عليك، كل قواميسك ما بتساعد. بس معليش، مين منا ما عنده عيوب؟ ما في ولا واحد بزت أمه كامل ومكمل، كل واحد عنده عيب على قده. بس وين المشكلة؟ المشكلة بالواحد منا، بشوف عيب غيره ما بشوف عيبه. شوفني أنا مثلا، إذا كان ما بضرب بالشحاطة بينمي البدني. معلش خليل، يا لطيف يا لطيف، الواحد منا شو لئيم. المهم أنا ليش عم أحكي لك الحكي؟ عم أحكي لك الحكي مشان إلا أنا آسفة خليل، آسفة على جوابي. يا خليل يا تقبرني، إذا لساتك حابب تعرف إذا كان أنا بحبك ولا لا، أنا هلأ 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 رح أقلك ودغري وبدون حواجز. أنا بحبك بحبك بحبك، بحلوك بمرك بحبك، كرمك بخلنتك بحبك 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 بحبك. ومشان تعرف وما تسألني اياها مرة تانية، رح ارجع وعد لك اياها. انا بحبك. شو قلتي؟ ما قلت شي. راك الزابي قلتي، سمعتي؟ ما قلت شي. يا أمة الله، اعترفتلي اعترفتلي إنها بتحبني. الختيارة اعترفت إنها بتحبني. ابعت مثل سنة هدية. هلا لا تكذبي علي، انت قلتيلي إنك بتحبيني. خليل هي قالتلي إنها بتحبني. بس ما تقولي ختيارة. لك أي شيء، انت صبيت الصبايا. لك خليل قالتلي بتحبني ليك. قول بتحبني. قولي ختيارة. لك ايه، الختيارة حبتني وقالتلي بتحبني. لك قالتلي بتحبني. لك خليل فلتي السيروني. بتحبني هلا؟ قالتلي بتحبني. بعطني الختيارة ليك قدامكم. بتحبني بس ما تقولي الختيارة. الختيارة بتحبني.